والله بلا تتكلموا انتم موقفين على رقم طرف من تو فترة تو صعب شوية يعني مش زي قبل لما قبل كانت لما تعطي تعليمات يطلع عن الأساس تو تعطي تعليمات وتبحن وتبحن فأشكر جدا لمن مصطفى على كلمة قدم ونتمنى له التوفيق في مهام أخرى فندي أحمد إن شاء الله ربي يعينك ويوفقك وراهم الضباط اللي معاك الضباط كفاية كلها تكاتف الأيدي إن شاء الله تقدر بناء على قرار السيد وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بشأن تكليف ضابط بمهام مديرية أمن شحات وبناء على قرار رقم 654 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام برئاستنا وعضوية ضابطين آخرين العميد إدريس محمود البرعسي والعميد عمار السمسار تم اليوم مباشرة إجراءات تسليم والاستلام بين المدير السابق اللواء مصطفى الأسود والمدير الحالي اللواء أحمد ياد معدي كانت التسليم والاستلام في أجواء ودية كل الشكر للواء مصطفى الأسود عليه ما قدم في سبيل تسيير مهام الأمن في مديرية أمن شحات كذلك نتمنى التوفيق والسداد للمدير الحالي اللواء أحمد معدي في تسيير مهامه ليعم الأمن مدينة شحات ونتمنى أن يعم الأمن ليبيا بالكامل.